محترف الهلال الجديد المالي موسى ماريغا تحدث للصدى عن طموحاته هذا الموسم مع الزعيم وعن جمهوره عن جمهور الهلال طبعا معتبرا أن بإمكان الهلال منافسة الفرق الأوروبية. المزيد مع مراسلنا في الرياض عايد السعد. موسى ماريغا، بداية أهلا وسهلا فيه عبر صدى الملعب، السلام عليكم. عليكم السلام، ميرسي، شكرا. نرحب بك في البداية في المملكة العربية السعودية وفي الدوري اللي يعتبر الأقوى عربيا. حدثني عن شعورك كابتن في البداية لما انتقلت للدوري السعودي وشفت الاستقبال الكبير من جماهير نادي الهلال. الأمور سارت بشكل ممتاز، وقبل مجيء إلى المملكة كنت أدرك أن نادي الهلال نادي جماهيري ويمتلك جمهورا كبيرا وذواق ويحب أن يعيش الأجواء بتفاصيلها. تلقيت استقبالا رائعا من الإدارة والجماهير، فكل شيء رائع في الهلال. قبل قدومه للمملكة ماذا يعرف عن الدوري السعودي؟ في الحقيقة لم أكن أعرف الكثير عن الكرة السعودية، وكنت أعرف فقط نادي الهلال الذي واجه فريقي السابق الترجي التونسي في كأس العالم للأندية. وعموما لم يكن لدي الكثير من المعلومات عن الكرة الآسيوية حين لعبت في أوروبا، لكن الصورة تغيرت لي، وأنا متأكد بأن العديد من الأندية في آسيا مثل الهلال تستطيع المنافسة أوروبيا. بداية في الجولتين الأولى لم تكن بمستوى الهلال المعروف، يعني إيش الأسباب وليش كان الهلال يفوز بصعوبة؟ وخليني أعطيك على شق ثاني، إيش وعد جمهور الهلال فيه في هالموسم؟ الموسم الماضي فريق الهلال حقق نتائج إيجابية وكبيرة، لكن هذا الموسم وفي أول جولتين وجدنا بعض الصعوبات. ففي الجولة الأولى فريق الطائي اعتمد على خطة محكمة بإغلاق المساحات في الخلف، وفي مباراة التعاون تفاجأت بالمستوى الذي قدمه فريق التعاون، لكن يبقى الأهم أننا حققنا 6 نقاط. من جانبي أسعى دوما إلى تقديم الأفضل في كل مباراة وأن أتأقلم سريعا مع أجواء الدوري، كما أعد الجماهير أن أساهم في تحقيق الانتصارات والبطولات وزرع الابتسامة في وجوه الجماهير الهلالية. Réunissant des histoires, unis par la passion pour continuer la gloire.